بزاف صار فاهم كوال تصورش اذا كيف ما كتشوفوا معنا بكل امانه ان السلطات الامنيه كتخرج اي حاجه عندها علاش رد شي واحد ناري فلوسه غادي يمشي ناري شحال ديال الفلوس مهم ناري فلوس بنتي مشاو شحال من عام ويا جماعه ناري فلوس بنتي مشاو ناري مشاو ناري فلوس بنتي مشاو واعي بطلة فلوس بنتي مشاو ناري فلوس بنتي وناري فلوس بنتي هذا ما فهمت هذا ما فهمت لا لا كم درق هذا فلوس إذا ما طلبت إيه سيب شاب وأبنك جاية إيه إيه أبنك جاية هذا عمر فلوسه هاد سير واحد خيشة عامرة فلوس ياك نسقينا ديال بهيمي بشق ونسقينا محنا ورزقينا عيشة في زبالة ورزقينا عيشة في زبالة بلا تجين وخليوا ذاك البيت الله يرحم الوالدين بلاتي الله يرحم عن والدين بلاتي حتى واحد ما غيقرب لك هنا حنا واقفين باش كنتشدوا لك نوثقوا لك كل شيء اي تكمل تخافيش من غان حيدا هذا في ما تحتاو في ما تحتاو وراه كاينين المهمتي هنايا راه معاك ضباط ديال الشرطه القضائيه عندهم راه معاك الناس محلفين هنا معاك راه ما يقدر حتى واحد يقرب لك شي حاجه الناس راه كيخدموا بامانه فين خصك تقيد ديال الله ما تقول ما بغاش تقول دوز دوز على العلاء راه فيها هو مينتي ها هو فيه 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 المياوات وفيه الدراهم ها هو ابو عره كنبيعو في الطويره ديرينا تقليتو ما مينتي وياه اخويا عبدو راه كاين دابا الناس كيهزو احترام القانون والمواثيق الدولية يعني واحد مجهودات كبيرة وجبارة يقوموا بها السلطات الأمنية اليوم في هذا الإفراغ اللي هو إفراغ بالقوة سيري 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 سيري
صافي ميمتي ارتاحي تاخذي ترزقها كل مسكين لقيتي فلوس كم ميمتي باقه 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 شي كامل غير هادو غير هادو صراحة شكرا شكرا تحية لرجال الأمن على المجهودات اللي كيقوموا بها صراحة راه تيقوموا بواحد المجهودات اللي هي جبارة راه ما عندهمش غير دور الزجري كيف ما كنقولوا عندهم واحد الدور اجتماعي وتحسيسي وتوعوي وإنساني ما مثلا كان تيجيبوا فلوس راه فيه شي دريمات ها هو الله عندي اللي لقى شي حاجة غيجيبها لك ديري هذاك الشيء اللي تخافي والو ما تخافي حتى شي حاجه مهم وما يجي عندها حتى حد صافي صافي اشتري هاتي هذاك الشيء بس بس بس